طيب القاضية ممكن، القاضية ممكن، الحمد لله بقت ممكن وأصبحت ممكنة. أنا ليه بعلي صوتي وبقول القاضي؟ طبعا أنا مش هعرف أقلده لأنه ده في حتة تانية. المعلق الكبير عصام الشوالي، أنا بحاول أقلد اللي هو قاله، ولكن عصام الشوالي في حتة تانية بالنسبة للمصريين الحقيقة. يعني كل المصريين عارفين إن هذا الرجل هو رجل محب لمصر جدا جدا جدا، وكل الأندية المصرية طبعا، وأيضا محب لهذا البلد وعاشق لتراب هذا البلد. وبالتالي إحنا كمصريين وكأهلوية بقى تحديدا بنحب هذا الرجل جدا 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 جدا. والقاضية ممكن، بس القاضية ممكن بصوتي مش هتعجبكم، ولكن بصوت المعلق الكبير عصام الشوالي أعتقد هتعجب حضراتكم. يا أستاذ عصام أهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن إسلام، تحية ليك يا غالي، إن شاء الله المحبة دائمة، ونشكرك على ما قلته فيا. معناها إن شاء الله أنا شرف نكون مع جمهور الأهلوية وجمهور الكرة المصرية عبر قناة النادي الأهلي. شرف لينا يا أستاذ عصام، لأن أنت بالفعل واحد من أقرب المعلقين في الوطن العربي وفي العالم كله لقلوب المصريين. دايما الإفيهات بتاعتك معلقة معانا، دايما القاضية ممكن لغاية دلوقتي ترند على تويتر، بقالها هو شهرين ونص ولا شهرين، فيعني حاجة جميلة جدا، وكل الأهلوية بتحب هذه الكلمة، وكل الأهلوية بتحب عصام الشوالي. يعني لك في القلب مكانة كبيرة. إن شاء الله تكون ديما من نجاح، النجاح إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ عصام. يعني طبعا حضرتك عارف مدى تعلق جمهور النادي الأهلي بهذه الكلمة بالقضية ممكن، اللي بسببها إحنا بنلعب في كأس العالم للأندية دلوقتي، وهنلاعب بايرن ميونخ بكرة إن شاء الله. لو تقدر تقول لي كواليس القضية ممكن، هل انت بتحضر الحاجات دي قبل ما تتكلم عنها، ولا هي بتيجي حاجة عفوية، ولا ايه اللي حصل؟ والله يا كابتن، معناها كما نقولوا واحد هذا قسم، هي توفيق من عند الله، هي رضا والدين، توفيق من عند ربي سبحانه، يعني هكا تجي معك الكلمة. في أشياء الحقيقة تحضر وهي الدخلات وكذا، لكن أشهر ممكن الإفيات اللي قلتهم خرجت معي صدفة أصلا في القاضية ممكن. أنا ما اكتشفتها وما فهمتها وشو قلت أنا إلا لما شفتها ترند في يعني في السوشيال ميديا وأخذت بعد آخر، فهمت؟ أنا إنسان يعني ما نعرفش بالمصري صح أو لا، أتخمر يعني يعني أعيش الماتش بكامل جوارح. ففي بعض الأوقات يعني أنا أقول دائما وعلق على الهواء وكلام في الهواء طار، معناها سبحان الله، هو توفيق من عند ربي نحمده ونشكره، معناها وجات معناها بالفعل هي قاضية في وقت قاتل في بطولة تاسعة عندها معزة خاصة للنادي الأهلي من سنوات، فمعناها هكذا يكتب التاريخ يمكن بالنسبة للمعلق مثل اللاعب مثل النادي مثل الجمهور. يعني لا، هي كلمة تاريخية وأصبحت في التاريخ الحقيقة، وستظل في قلوب وعقول كل جمهور النادي الأهلي على مدى يعني منذ أن قيلت هذه المقولة والغاية لما يعني ربنا ويدينا ويديك طولة العمر. أعتقد ستظل هذه المقولة مقولة كبيرة جدا جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي.